حقيقة يعجز اللسان عن الحديث في مثل هذه الظروف، لأننا بصدد واحدة من أو حلقة من ضمن سلسلة استهدافات تخترق القانون الدولي وتنتهك القانون الدولي الإنساني والقوانين الاتفاقيات الدولية. ونحن في منظمة العمل الدولية حقيقة نستنكر كثيرا استهداف المدنيين والأطفال والعمال، أيضا نعزي ضحايا هذه الحادثة الأليمة، كما نعزي أيضا ضحايا حادثة الاستهداف النزل الذي كان يأوي عددا من العمال الذين لا حول لهم ولا قوة، وكانوا يسعون لكسب لقمة العيش لأسرهم ولأبنائهم في أرحب. وكذلك نعزي أسر الضحايا في كل مكان بما فيهم الضحايا الذي سقطوا في تعز وفي كل مكان من أرض اليمن الحبيبة. حقيقة قضية الاستمرار في استهداف المدنيين هي قضية مؤرقة وقضية تحظى باهتمام المنظمة المتحدة، وهناك حقيقة اهتمام كبير من قبل المتحدة فيما يتعلق بتشكيل لجنة خاصة مستقلة للتحقيق، ونأمل هذه المرة أن تلقى النور. كما تعرفوا أن المقترح وضع من فترة وللأسف الشديد تحت ضغوط. الأخ فارس علي محمد معصاء من أهالي الضحايا، تم قصفنا الساعة 2:30 ليلا من قبل العدوان القاشم البربري على مدنيين ساكنين آمنين لا لهم دخل لا في حرب أو في مؤتمر أو في أنصار الله، مدنيين ساكنين نازحين من تعز من ريمة، أهالينا ساكنين معهم، تم قصفهم واستشهد حوالي ما يقارب 17 شخص، تم نقل المصابين إلى المستشفيات. التبريرات التي سعى تحالف دول العدوان إلى تقديمها لتجنب المساءلة من خلال البيان لم تكن سوى مغالطات للنشر والتغطية الإعلامية على حقيقة جرائمها في محاولة لتجنب المساءلة الجنائية أمام القضاء الدولي سعياً للإفلات من العقاب، حيث إن جرائمها في محاولة حيث إن الحقق والأسانيد التي أشار إلى البيان لا تتعدى كونها محاولة يائسة لاستغفال القائمين على مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والإشراف على مستوى تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني. ثانياً، اقتصرت التبريرات والمغالطات التي ضمنها البيان على واحدة من جرائم دول العدوان التي ارتكبها أو ارتكبتها دول العدوان خلال الفترة ذاتها التي استهدفت فيها المدنيين بحي فقعطان، ولم تشر في بياناتها أو في بيانها إلى الضربات الجوية الأخرى التي استهدفت من خلالها منازل في قرية ريمة حميد وطلان بمحافظة صنعاء، وكذلك عدد من المنازل في محافظة صعدة. تلك الضربات المباشرة التي قتلت عشرات المدنيين معظمهم نساء وأطفال وقضت على أسر بكامل أفرادها. وكذلك تجاهل البيان جريمة استهداف العمل في مزارع القات التي قتلت طائرات التحالف العشرات منهم باستهداف الفندق الذي كان ينام فيه بتاريخ 23 أغسطس، وذلك فإن دول العدوان توجهت للمجتمع الدولي من خلال ذلك البيان بهدف صرف الأنظار عن الجرائم الأخرى التي تتجاوز بشاعتها وخطورتها الجريمة التي أشار إليها البيان بالنظر إلى أعداد الضحايا المدنيين الذين نتجت عنهم. ثالثاً، منذ 26 مارس 2015 ومع أولى عملية دول التحالف العدوان على اليمن، فإن استهداف منازل المدنيين وأحيائهم السكنية وأماكن تجمعاتهم كالأسواق والمستشفيات والمدارس وكذلك أماكن أحياء المناسبات الاجتماعية كصلاة العزاء والأعراس جميعها أصبحت هدفاً مباشراً لطائرات وصواريخ دول التحالف العدوان في سلسلة وثقت منها مئات الجرائم قتل خلال آلاف المدنيين وقضت على مئات الأسر في ظل غياب وتجاهل غير مفهوم من المجتمع الدولي ومنظماته العاملة والمهتمة بقضايا حقوق الإنسان
وبالتالي اقتصرت بيانات تحالف العدوان على تبرير عدد محدود من تلك الجرائم، وليست جريمة استهداف القاعة الكبرى بتاريخ 8 أكتوبر 2016 إلا نموذجاً لتلك الجرائم الخطيرة التي سعت دول التحالف العدوان إلى تبريرها، استهدافها ومحاولة التنصل من مسؤوليتها المباشرة فيما نتج منها. ختاماً، تؤكد وزارة حقوق الإنسان على أن تزايد أفعال وممارسات دول التحالف التي تقود السعودية على اليمن منذ مارس 2015 والتي تندرج معظمها في إطار الجرائم الأشد خطورة، كما هو حال وواقع الجرائم الأخيرة في حي فجع الطان وفندق أرحب ومنازل المواطنين في محافظة صعدة، أتى نتيجة استمرار غياب المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه تلك الانتهاكات والجرائم، وعدم القيام بالدور الإيجابي الجاد للتعاطي معها وفق قواعد القانون الدولي بما فيها قواعد القانون الدولي الإنساني. للصمت الأممي، لا للصمت الأممي، لا للصمت الأممي، لا للصمت الأممي. يا شكرم عندك يا نور. لا فوق المطر الجعاب، لا فوق المطر. يلا سيدي يا شباب، خلينا نصور. خلينا مرحبا. عيد بأجلاء الطفولة. ما حدث أعتقد في عطان وأرحب وبير باشا وكل المناطق اليمنية دليل واضح على أن هناك جرائم حرب بشاعة في القتل، لا إخلاق حتى في الحرب. الضحايا مدنيين وأسر ومسنون وأمها الثكالة للأسف الشديد، فيما الأمم المتحدة لا زالت تبارك بطريقة أو بأخرى هذه الحرب المدمرة وهذا القبح في القتل والدمار. وصلنا من محافظة ريما وقطعنا المئات الكيلومترات مشيا على الأقدام وفي السيارة نتيجة انقطاع الطرقات بسبب الأمطار، ولكن أصررنا أن نحضر إلى هنا من أجل إقامة الوقفة الاحتجاجية تنديدا بجرائم العدوان بحق الشعب اليمني، كان آخرها جريمة مجزرة عطان التي استهدفت النساء والأطفال والمواطنين الأبرياء وبيدت أسر بأكملها أسرة الشهيد محمد الريمي مثالا، التي انتهت كاملة ولم تتبقى إلا الطفلة بثينة التي تعاني من عدة جروح وهي ما تزال في المستشفى. نناشد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخذ مواقف عاجلة وعادلة بما يخص القضية اليمنية والنظر لها بعين الاعتبار. استاذ انا كنت
نصور لها أقول لها تصير لقيت صورة ذاك. ما عاد تقدر تلقى الثمن من عندك دي من أنا. اليوم الوقفة الاحتجاجية بالذات بالنسبة للأطفال اللي تحت مسمى لا عيد بأشلاء طفولة. اللي حاصل باليمن هذا شيء لا يرضاه لا دين ولا عرف ولا شعب أصلا. احنا وقفتنا اليوم عشان الأمم المتحدة تتخذ موقف، يعني ما تكونش مع العدوان، جيب لهم الأسلحة الكذا. طيب لازم انهم يشوفوا الطفولة اللي هنا، ايش ذنبهم انهم يموتوا؟ حرام طفل بريء ما لهش أي ذنب لا بالحرب ولا شيء، أجالك نازح من برا عشان هنا الأمان في صنعاء، فسبحان الله على طول قصفوا عليه. فأتمنى من الأمم المتحدة أنهم يشوفوا حل للوضع هذا الرهيب. كنت طلع عنده بطايا.